الخامسة صباحا الثانية بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يرأس وفد بلاده في مؤتمر قمة دول جوار السودان والتي تستضيفه القاهرة لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضية سد النهضة. تستضيف مصر اليوم الخميس المؤتمر قمة دول جوار السودان، ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار استكمال الجهود المصرية لحلحلة الأزمة في السودان وبحث سبل وقف الصراع المسلح. وبحسب بيان رئاسة الجمهورية يهدف المؤتمر إلى تجنيب السودان الآثار السلبية التي يتعرض لها والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وما كانت خطواته. وأكد مدبولي أن الدولة تحرص على دفع الخطوات في هذا البرنامج وما كانت خطواته لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة. كما ناقش الاجتماع موقف تطبيق مبادرة السداد النقدي الفوري للمساندة التصديرية للشركات المستحقة، حيث تمت الإشارة إلى أنه يتم صرف نحو 7 مليارات و500 مليون جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة ل 750 شركة مصدرة. أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها. وأكد البنك المركزي أن قواعد ترخيص البنوك الرقمية خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري. كما اشترط البنك المركزي ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للبنوك الرقمية عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى. كما حدد البنك المركزي 4 مليارات جنيه كحد أدنى للبنوك الرقمية في حالة ممارسة أعمال تمويل الشركات الكبرى. في الوقت نفسه أكد البنك المركزي أنه يجب أن يكون المساهم الأكبر في البنوك الرقمية مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، مشيرا إلى أن تأسيس البنوك الرقمية يتطلب تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها وخطط تكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات الأمن السبراني. كما تخضع البنوك الرقمية لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بالجمهورية وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تستضيف مدينة العالمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته اليوم الخميس ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. ويضم المهرجان الذي يستقبل 1 مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العالمين الجديدة. جدير بالذكر أن الرعاة الرئيسيين لمهرجان العالمين هم البنك الأهلي المصري، البريد المصري، وشركات سيتي أج للتطوير العقاري، وويل للاتصالات، وحديد عز. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا علنيا لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا. ويأتي الاجتماع بناء على طلب من الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا واليابان ومالطا وبريطانيا.
وأطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات قبالة ساحلها الشرقي. وقالت كوريا الشمالية إن صاروخها الباليستي طار لمسافة 1100 كيلومتر ووصل إلى ارتفاع 6648 كيلومتر. من جانبه قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن بلاده ستواصل الإجراءات العسكرية الهجومية حتى توقف أمريكا سياستها العدائية. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكراً على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي نردين حبيب. دمتم في أمان الله.